الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن لا ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم أكرم والدي بكرامة القرآن واستر والدي بستر القرآن وألبس والدي خلعة القرآن وألبس والدي تاج القرآن وألبس والدي خلعة القرآن. اللهم توجهم بتاج الكرامة اللهم توجهم بتاج القرآن. والدكتور كمال يصلح حاله وباله في كل مكان وكل زمان. اللهم اكبر خاطر الدكتور كمال ويصلح حاله وباله في كل مكان وكل زمان. وابعد عنه شر الإنسان والشيطان واحفظ القرآن واجعله رفيق الحبيب العدناني في أعلى الجنان يا رحمن. اللهم استرنا دنيا ودين. اللهم بحق ليلة القدر العظيمة عظم أجورنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واصلح أحوالنا يا حي يا قيوم. اصلح أحوال العباد والبلاد والحيين والميتين وكل من قال آمين آمين يا رب العالمين. اللهم نور على أهل القبور قبورهم نورا واجعل قبورهم نورا وسرورا وفرحا وسرورا. اللهم يسر أمرنا اللهم يسر أمرنا واستر عيبنا يا حي يا قيوم. اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم لك الحمد بالقرآن ولك الشكر بالقرآن ولك الحمد في السر والعلانية بالقرآن ولك الحمد على كل حال. اللهم لك الحمد بكل آية وبكل حرف وبكل شكلة وكل علامة وكل المدود وكل الشكلات يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بقدر حبك فيه فرج عنا ما نحن فيه. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الحمد على كل حال يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا قاضي الحاجات يا مجيب الدعوات. أسألك أن تسترنا في الدنيا والآخرة مقضي حاجة الدكتور كمال يصلح حاله في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وكل حين وزمان ومكان يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم كما حفظتنا القرآن استرنا واحفظنا من كل شيطان وكل إنسان واسترنا دنيا ودين في الدنيا والآخرة آمين يا رب العالمين. اللهم اكبر خاطر والدي اللهم اكبر خاطر والدي واجعل في الفردوس الأعلى يرتلون مع الحبيب العدن على الجنان يرتلون القرآن واجعل بابا يحسن كمان في البيت المعمور اجعل والدي يطوفون في البيت المعمور مع ملائكة النور يا نور يا نور يا الله. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الحمد على كل حال يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. استرنا دنيا ودين يا أرحم الراحمين.